السلام عليكم. النهارده هنكمل شرح الجراديوالي فاريد فلو. المفروض ان احنا المره اللي فاتت رسمنا شكل المنحنيات المختلفه في القناه. النهارده هنحسب ازاي نحسب طول القناه اللي بيتكون من خلال اي منحنى. هنحسب الكلام ده بطريقتين. الطريقه الاولانيه اسمها دايركت ستيب ميثود، والطريقه الثانيه هي عباره عن الجرافيكال انتجريشن ميثود. اول خطوه في الخطوات دي ان انت لازم تكون عارف اصلا انت هتحسب الطول لايه. فاي مساله هتجيلك مطلوب منك ان انت تكون حاسب لها الواي نورمال بكام، وتكون حاسب لها الواي كريتيكال بكام، وتكون محدد النوع بتاع الميل بتاعك، وبعدين ترسم شكل المنحنى او الووتر بروفايل بتاعك. وبعدين بقى نبدا نشوف انا هستخدم اي طريقه من دول. غالبا هنستخدم الدايركت ستيب ميثود، دي الطريقه الاشهر لانها بتستخدم في كل الميول. جرافيكال ميثود لحد ما بتستخدم في المايلد والستيب اكتر حاجه، بس احنا يعني هنشرح الروتين، ويعني اكتر استخداما هو الدايركت ستيب ميثود. طيب اول حاجه خالص نجيب الواي نورمال ازاي. انت طبعا بتجيب الواي نورمال عن طريق ان انت بيبقى معاك التصريف اللي هو عباره عن ايه على ان ار اس تلتين اس نوت اس نص. بيبقى معاك التصريف، بيبقى معاك الان، بيبقى معاك الاس، هنا بيبقى معاك البي، بيبقى ناقص لك الواي، وبنجيب من هنا الواي نورمال بتاع القناه. لو عايزين نجيب الواي كريتيكال، لو هو القطاع بتاعك قطاع مستطيل، هو الجذر التربيعي لكيو تربيع على جي. لو القطاع ترابيزويدال هيبقى جاما كيو تربيع على جي بيساوي اريا تكعيب على تي. لو انت حددت ان الواي نورمال اكبر من الواي كريتيكال يبقى ده نوعه مايلد، ولو حددت ان الواي كريتيكال اقل، ان الواي نورمال اقل من الواي كريتيكال، يبقى النوع ده ستيب. يعني ان انا اجيب طول المنحنى، يعني مثلا لو انا عندي مايلد وبعديه مثلا سد، او عندي مايلد وبعدين عندي ستيب بالشكل ده، فمعنى ان هو مايلد ان احط هنا الواي كريتيكال، احط الواي نورمال، ده الواي كريتيكال، الواي نورمال في حالة المايلد، وادي الستيب، يبقى ده الواي نورمال بتاعي. لو حبيت ارسم شكل المية فالمية المفروض انها هتمشي هنا كده على الواي نورمال في حالة المايلد ده، واول ما تشوف سد هيحصل لها انها ترتفع بام واحد. نيجي هنا المية هتفضل ماشية هنا، منطقة اتنين هتنزل عشان تروح للنورمال، تعمل ام اتنين هنا، وبعد كده منحنى اس اتنين. يعني ايه احسب طول المنحنى؟ يعني انا عايز اعرف الطول ده بكام في الحالة الاولانية. لو انت عندك وصلتين زي دي، فساعتك تحسب مرة طول ام اتنين ومرة طول اس اتنين، وتبقى ده طول القناة. لو انا عندي القناة دي مكملة مثلا بيحصل بعدها هيدروليك جامب، يبقى طول الوصلة الاولانية طول الوصلة التانية زائد اللينس بتاع الهيدروليك جامب هو ده طول القناة بتاعي. طيب طول القناة عشان احسبه لازم تكون اول حاجة محدد بداية المنحنى بتاعتك بكام، واي واحد، ونهايته بكام. في حالة وجود سد او ارتفاعات في الاخر لازم هيكون مديك هو الفاينل ديبس. طب في الحالة دي انت معاك الواي واحد بواي نورمال، ومعاك هنا الواي اتنين بواي كريتيكال، متحددة هنا بواي كريتيكال وهنا بواي نورمال اتنين. الواي نورمال دي بتيجي من السلوب الاولاني بتاع المايلد مع من معادلة مانينج، والواي نورمال اتنين تيجي من السلوب التاني في معادلة مانينج، والواي كريتيكال على حسب قطاع مستطيل او ترابيزويدال. كده عشان نبدا نشوف الطريقه بتاعتنا بتتحل ازاي، انت معاك منحنى عارف له حاجتين، عارف له نوعه واي واحد واي اتنين، وعارف له مثلا نوعه ان هو ام اتنين.
الطرق بتاعتي اللي بتحسب طول المنحنى، بنحسب بتقسم المنحنى ده لشرايح، كل شريحة تجيب لها دلتا اكس، وبعدين تبدأ تجمع الشرايح دي لغاية ما تجمع الطول اكس كله. عايزين نفرق برضو بين حاجتين هشرحها المرة دي والمرة الجاية، ان لو انت مطلوب منك تحسب الاكس فهو الطريقتين بتوع المرة دي اللي هو ستيب دايركت ستيب ميثود وجرافيكال ميثود. في طريقة تانية بيبقى هو مديك الاكس وعاوز الواي اتنين بكام، والطريقة دي تبقى اسمها ستاندرد ميثود. تعال نشوف بقى مع بعض الدايركت ستيب ميثود اللي بنحسب فيها التول اكس ده. بطريقة الدايركت ستيب ميثود، أول خطوة عشان تحسب الدلتا اكس، القانون بتاع الدلتا اكس بتاعك عبارة عن دلتا اي على دلتا اس. أنا قلت إن أنا هتعامل مع شريحة واحدة. طيب دلتا اي على دلتا اس، الدلتا اي دي عبارة عن ايه؟ عن اي اتنين ماينس اي واحد، والدلتا اس عبارة عن الاس نوت ناقص الاس اف افريج. الاس اف افريج دي عبارة عن اس اف واحد زائد اس اف اتنين على الاتنين. طب الاس اف لوحدها عبارة عن في تربيع ان تربيع جاي من معادلة مانينج على ار اس اربعة التلاتة. طبعا هنضربها في هنقسمها على سوري هنقسمها على واحد أربعة وتسعين تربيع هي تسعة وأربعين تربيع لو كان المعادلة بتاعتي بالفيت، أو لو مثلا تشيزي يبقى المعادلة في تربيع على سي تربيع في أر. أدي الإس إف. بنعمل الكلام ده إزاي؟ المنحنى بتاعك بيبقى بالشكل ده، انت بيبقى معاك بداية المنحنى ومعاك نهايته. بتفرض ان انت هتعمل شريحتين اتنين بس، فبتحط في النص هنا واي تاني. ممكن نزود عدد الشرايح بالشكل ده، يعني كده مثلا انا عملت قسمت هقسم المسافة اللي في النص دي لتلات شرايح كده، واي اتنين واي تلاتة. انت بيبقى جيفن مثلا اللي فوق خمسة ودي تلاتة متر. انا عايز اقسمهم فيبقى مثلا لو كانت دي ستة يبقى دي خمسة والتانية اربعة. بشوف الفرق بينهم قد ايه، يعني مثلا ستة الاولانية واي واحد ودي واي اربعة، الفرق بينهم تلاتة، وانا هقسم على التلاتة يبقى كل دلتا منهم بواحد، يعني الدلتا واي هنا بواحد. لو انت عندك المنحنى بالشكل ده ومعاك واي واحد ومعاك واي اتنين، بتعمل الفرق بينهم وتقسمهم على الاتنين علشان العشر حتين، هتجيب قيمة الدلتا من واي واحد للواي الجديدة اللي هي هنا. طيب انا جبت الواي واحد والواي اتنين، معاك الواي، مطلوب منك تجيب ايه بقى؟ اول حاجة احنا عايزين نجيب الدلتا اي، فبالتالي احنا محتاجين نكون معنا الاريا، احنا هيبقى معنا التصريف، تجيب البي وتجيب الار ومنها نجيب الفلوستي. لما تجيب الفلوستي هتقدر تجيب الانرجي، الكلام ده كله هنقدر نحسبه دلوقتي في المسألة. لو انت معاك هنا اي واحد اي اتنين اي تلاتة اربعة، انت مطلوب منك عشان تجيب طول المنحنى يبقى معاك دلتا اي. دلتا اي دي عبارة عن اي واحد ناقص اي اتنين، جبت الدلتا اي هنا، جبت الدلتا اي هنا، دي ناقص دي، جبت الدلتا اي هنا. يعني لو دي واي واحد واي اتنين واي تلاتة واي اربعة، هيبقى عندك تلاتة دلتا بس. بعد ما نحسب الدلتا اي هتروح تحسب
الاس اف اللي هي عبارة عن في تربيع سي سي تربيع ار تربيع سي تربيع ار او في تربيع ان تربيع ار اس 4 3. حسبت الاس اف للاربع ويات تقدر من هنا تجيب اس اف افريج عبارة عن اس اف 1 زائد اس اف 2 على الاثنين. من هنا هنجيب اس اف افريج 1 اس اف افريج 2 و اس اف افريج 3. كان مطلوب عندنا ان احنا نجيب الدلتا اس باس نوت ناقص اس افريج جنبها على طول كده اهو. هنا اهو هنجيب الدلتا اس هيبقى معاك 1 2 3 دي عبارة عن اس نوت ناقص الاس اف 1 دي اس نوت ناقص الاس اف 2 اس نوت ناقص اس اف 3 معاك الدلتا اس. خلاص كده احنا معانا الدلتا اي بكام ومعاك الدلتا اس بكام جنبها على طول. انت معاك الثلاث حاجات دول الدلتا اس 1 والدلتا اس 2 والدلتا اس 3 معاك الدلتا اي 1 والدلتا اي 2 والدلتا اي 3. هنكمل الجدول جنبه هنجيب دلتا اكس 1 دلتا اكس 2 دلتا اكس 3 عشان الدلتا اكس بتاعتك عبارة عن الدلتا اي على الدلتا اس. نجمع سميشن الكلام ده كله يبقى انت كده جبت سميشن دلتا اكس اللي هو بالنسبة لي طول المنحنى اهو محطوطة في الجدول دي محطوطة على بعضها اهي. سميشن دلتا اكس بيساوي طول المنحنى. طيب بالنسبة للطريقة التانية الطريقة دي عشان احسب طول المنحنى بستخدم المعادلة دي دلتا اكس على واي بيساوي 1 ناقص زد كريتيكال على زد تربيع على اس نوت في 1 ناقص كي ان على كي الحتة دي تربيع والقوس ده تربيع. دي المعادلة اللي انا هستخدمها بحيث ان الزيت كريتيكال ثابت نقدر نجيبه عن طريق القانون ده جذر الفا كيو على جذر جي او نقدر نقول هي عبارة عن كيو على جذر جي على الفا والكي ان برضو بنجيبه قبل ما بنعوض بالمتغيرات كيو على دلتا اس نوت. كده انت معاك الكي ان ومعاك الزد كريتيكال. بالنسبة للزد والكي فاحنا بنجيب الزد والكي المتغيرات بتاعتنا من اول الواي واحد لغاية الواي فاينل. لو هو ما قالكش احنا دلوقتي عشان المفروض في الطريقه دي بنحسب طول المنحنى اللي هو دلتا اكس ما قالكش عدد الشرايح او عدد السيجمنت اللي هتستخدمها. احنا هنستخدم شريحتين بس في الامتحان فبالتالي انت لو عندك واي 1 وواي 3 اللي في النص هتبقى واي 2 وهي عباره عن ايه ان انا هنقص فرقهم عن الاثنين. طيب بعد كده هعمل جدول قبل ما اعمل الجدول استنى نشوف نقول الاول ازاي نحسب الزد لوحدها كمتغير. هحسب الكي لكل واي عباره عن ايه على ان ار اس 3 او ممكن اقول ان الكي عبارة عن 1.49 من 100
ايه على ان ار اس تلتين او عبارة عن سي، ان الكي عبارة عن سي في ايه في جذر ار. لو المعادلة بتاعتي معايا معامل تشيزي، وبعد كده لكل واي في الشريحة بتاعتي اللي بحسب لها المنحنى اقدر احسب الكي بكام، واحسب الزد عبارة عن الجذر التربيعي لاريا تكعيب على تي. دول الاتنين اللي انا هحسبهم او اعمل لهم جدول صغير كده. فلو انت عندك هنا الواي، فعندك واي واحد وواي اتنين وواي تلاتة، هروح احسب بقى الاريا والبي والار والتوب ويدث عشان احسب الزد، وبالتالي هنا اقدر احسب كده الزد خلاص، هيطلع لي زد واحد وزد اتنين وزد تلاتة. بعد ما حسبت الزد اروح احسب الكي، ايه على ان كل حاجة معاك ار اس تلتين، يبقى حسبت كي واحد كي اتنين وكي تلاتة. من الكلام ده نروح بقى نحسب دلتا اكس على دلتا واي. هضرب عشان اجيب بقى انا معايا دلتا اكس على دلتا واي، علشان اجيب الدلتا اكس بكام هضرب في الدلتا واي. الدلتا واي عبارة عن واي اتنين ماينس واي واحد، يبقى هضرب الرقم الفرقهم دلتا اكس، يعني لو دي رقم A ودي رقم B هنقول A ماينس B هتبقى دي A ماينس B في الدلتا واي اللي انت حسبتها، وبعدين هنا هتبقى B ماينس C في الدلتا واي. كده انت جبت دلتا اكس بكام، تعمل سمشن للرقمين دول، يبقى انت كده جبت سمشن للدلتا اكس، يبقى احنا كده جبنا طول المنحنى. لو في المسألة ما ادلكش اسم الطريقة اللي هتحل بيها، حل بالستيب ميثود مش بالجرافيكال انتجريشن ميثود. الجرافيكال انتجريشن ميثود فيه ايرور بسيط، فيفضل لو انت مثلا عندك هي مثلا ستيب، ان في ميل هنا ستيب وانت طلعت اس واحد كده، فمثلا لو كان عندك الواي نورمال والواي كريتيكال، ده الواي نورمال وده الواي كريتيكال، وانا نزلت كده بالشكل ده، فلو الواي واحد عنده واي نورمال فانا ما بستخدمش الواي واحد، وبستخدم واي اقل منها شوية عبارة عن 99% الواي واحد كنسبة ايرور يعني. برضو في نفس الوقت لو احنا طالعين بمنحنى والمنحنى ده كان بدايته واي نورمال وبعدين طالع مثلا قبل سد او خزان فنهايته واي كده، لما اجي ابتدي الحل ما ابتديش بالواي نورمال، ببتدي بواحد واحد من مية الواي نورمال عشان يعني اراعي نسبة الخطأ اللي بتحصل عند الواي نورمال. فهنحل مسألة من الشيت بيقول ان في ترابيزويدال تشانل، الترابيزويدال تشانل ده having b equal 20 feet وزد equal 2، مديك ان الاس ب 16 من 10000، ومديك ان معامل مانينج بيساوي 25 من 1000، وكاري ادس تشارج ايكوال 400 كيوبيك فيت تكعيب بير سكند اللي هي سي اف اس كيوبيك فيت بير سكند. كومبيوت ذا باك ووتر بروفايل، يعني عاوز يحسب الووتر بروفايل طوله كام. كريتد باي ادام، يعني عندي دام قبل الميل ده حصل منحنى ما هنا عاوز يحسب طوله، which back up water to depth 5 متر، الوتر هنا النهائي كان 5 متر. immediately behind the dam the upstream end of the profile is assumed at depth equal to 1% greater than the normal depth، يعني الواي نورمال فيها خطأ 1%. the energy coefficient اللي هي الفا بيساوي 1.1 وقال ان انت تيك تو سيجمنت اونلي، يعني هو حدد لك ان عدد الشرايح بيساوي 2. اول خطوه ان احنا اصلا نعرف شكل المنحنى عامل ايه،
فعشان نعرف شكله لازم نكون اول خطوة ان احنا نحسب الواي نورمال بكام عشان نحسبها، وبعدين نحسب الواي كريتيكال ونقارن بينهم. اول خطوة كيو بيساوي ايه على ان ار اس تلتين اس اس نص. المعادلة دي هتتضرب في 1.49 علشان الوحدات عندي بالفيت. نروح نعوض الكيو ب400، الان ب25، الاس نوت 16، ودي 1.94. هيبقى لي الاي والار. الاريا هنعوض عنها ببي واي زائد زد واي تربيع. البي ب20 يبقى بي واي زائد زد. الزد كانت جيفن ب2، بي واي زائد زد واي تربيع. ونعوض عن الار بيساوي ايه على بي، فيبقى عندنا البي عباره عن بي بتاعتنا اللي هي 20 بي قناه زائد 2 واي جذر 1 زائد زد تربيع. ومن هنا يبقى المعادله دي ما فيهاش مجهول غير الواي نورمال. نطلع من هنا الواي نورمال هتطلع بالترايند ايرور 3.4 فيت. خطوه رقم 2 ان انا اروح احسب الواي كريتيكال. قطاع ده قطاع ترابيزويدال، الفا كيو تربيع على جي بيساوي اريا تكعيب على تي. الالفا دي كانت جيفن ب1.1، كيو ب400، جي ده انا وحدات بالفيت يبقى 32.2. نشوف بقى الاريا اللي هي عباره عن بي واي زائد زد واي تربيع، والتي عباره عن بي زائد 2 زد واي، يعني 2 في 2 في واي، والواي هنا اسمها واي كريتيكال. هنطلع هنا قيمة الواي كريتيكال بيساوي 2.21 فيت. الواي نورمال اكبر من الواي كريتيكال، يبقى انا عندي هنا مايلد سلوب. يبقى انا دلوقتي بتكلم ان انا عندي دم اقدام سد عندي الواي نورمال والواي كريتيكال وسد. الميه بتمشي ازاي؟ بتمشي على الواي نورمال، اول ما تشوف سد هترتفع لاعلى. يبقى معنى كده ان المساله دي بتطلب حساب الباك ووتر بروفايل لمنحنى مايلد سلوب نوعه M1. حدد البدايه بتاعته، فالبدايه بتاعته اسمها واي نورمال، والنهايه هو كان مديها لك ب5 متر. لو لاحظنا ان كان جيفن الخمسة متر، وكان جيفن ان انا استخدم 1% نسبة ايرور. 1% دي اعلى ولا اقل على حسب المنحنى. المنحنى ده بيزيد، يبقى الواي نورمال بتاعتي عبارة عن 1.1. الواي نورمال دي بداية المنحنى. الطول اللي مطلوب منك تحسبه هنا هو الطول دلتا اكس من الجزء ده، من بداية المنحنى M1 لغاية ما يطلع يوصل لخمسة متر. عشان نحسبه هحسبه الاول اول طريقه بطريقه الدايركت ستيب ميثود. اللي فيها انا محتاج ان الدلتا اكس بتاعتي عباره عن الدلتا اي على الدلتا اس، وان الدلتا اس عبارة عن اس نوت ناقص اس اف، والاس اف عبارة عن في تربيع ان تربيع على 1.49 تربيع ار اس 4/3. اعتقد دي الحاجات اللي احنا محتاجينها فقط. بعد كده نحدد الواي واحد بكام. فانا عندي الواي نورمال معاك ب3.4، هتبقى دي
لما تضربها في ال 1% تبقى 3.43، وهنا بخمسة متر. هنطرح الخمسة ناقص 3.43 ونقسمها على الاتنين، يبقى احنا كده معانا واي واحد ب3.43، والواي الأخيرة بخمسة متر، والواي اللي في النص هتطلع ب4.2. كده انت معاك الوايات. هنحسب بقى الاريا، نحسب البي، ونحسب الار، ومن هنا هنطلع الفي، وبعدين نطلع الاي عشان نطلع الدلتا اي بالشكل ده. الارقام بتاعتك هتطلع هنا بالشكل ده. الاريا دي جت من بي واي زائد زد واي تربيع، دي ب2 ودي ب2 ودي ب20. البي جت من بي زائد 2 واي جذر 1 زائد زد تربيع، الزد دي ب2 والبي دي ب20. الار جت من اي على بي، الفي جت من الكيو على الاريا، والاي جبناها من واي زائد في تربيع على 2 جي. الدلتا اي طرحت الرقمين دول من بعض طلع لي الدلتا اي الاولانيه، وبعدين طرحت الرقمين دول من بعض جبت الدلتا اي الثانيه اللي هي 0.74. الخطوه اللي بعدها ان احنا نجيب الاس اف، وبعدين الاس اف افريج، وبعدين الدلتا اس، وبعدين الدلتا اكس. نجيب الكلام ده ازاي؟ الاس اف قانونها اهو، في تربيع ان تربيع 1.94 تربيع، ار اس 4.3. كل حاجه معاك، هيبقى معاك اس اف 1، اس اف 2، اس اف 3، نطرحهم من بعض يطلع لي هنا 1.1 × 10^3، وهنا هيطلع 5.4 × 10^4. من هنا نجيب الدلتا اس، الدلتا اس دي عبارة عن الاس نوت ناقص الاس اف افريج اللي احنا لسه حاسبينها، فيبقى انا كده معايا 2 دلتا اس، وبناء عليه معايا 2 دلتا اكس. الدلتا اكس بتاعتك هتطلع بالرقم ده. فيت. الطريقة التانية طريقة الجرافيكال انتجريشن ميثود، هنروح نحسب الزد كريتيكال بيساوي جذر الفا في كيو على جذر جي. الالفا كانت ب1.1، الكيو ب400، الجي ب32.2، هيطلع الرقم ده 73.93. بعدين نروح نحسب الكي ان، عبارة عن كيو على جذر اس نص اس نوت، الكيو ب400 والاس اس نص 0.16 × 10^5، هيطلع الكلام ده ب10^. كده انت معاك الزد كي، الزد كي، زد سي والكي ان، الزد كريتيكال والكي ان. نقدر نحسب الدلتا اكس على الدلتا واي من 1 ناقص زد كريتيكال على زد تربيع اس نوس نوت 1 ناقص كي ان على كي تربيع. نعمل القانون ده، انا كتبته عشان يبقى اسرع في الوقت. بس احنا معانا الواي اللي احنا كنا حددناها، ادي واي 1، والواي فاينل دي 1/100 الواي نورمال. جبت الاريا، جبت البي عبارة عن بي زائد 2 واي جذر 1 زائد زد تربيع، التي بي زائد 2 زد واي، الار اي على بي، الزد الجذر التربيعي لاي تكعيب على تي، الكلام ده كله هنا اهو. بعدين الكي جبناها 1.49،
في ايه؟ في ار اس تلتين على ان. تحسب بقى الدلتا اكس والدلتا واي، انت معاك لكل حاجه زد كريتيكال والزد بتاعتها، معاك الكي ان ومعاك الكي بتاعتها، تقدر تحسب الدلتا اكس على الدلتا واي. عشان نحسب بقى الدلتا اكس دي نعمل ايه؟ هنضرب في الدلتا واي. الدلتا واي بقى بكام؟ هنا الفرق بينهم هو الدلتا واي بسبعة وسبعين من مية، وهنا الفرق بينهم هو الدلتا واي بتمانية من عشرة. هنطرح الاتنين دول من بعض، ونضربهم في الدلتا واي، هيطلع الرقم هنا، ونطرح الاتنين دول من بعض ونضربهم في الدلتا واي، هيطلع معاك الكلام ده بستة تسعة تسعة. كده احنا وصلنا لان الطول بتاع المنحنى بتاعنا بيساوي 34000 3466 فيت. حاول تقرب كل حاجة لأقرب رقمين عشريين، ما تعملهاش رقم صحيح زي ما انا عاملاها هنا كده. اخر مسألة، هو مدي ان في قطاع مستطيل، القطاع ده عبارة عن عرض 10 متر، مديك ان السلوب اس نوت بواحد من مية، مديك ان في لاك بحيرة، البحيرة دي عند الاب ستريم بتاعها الووتر ليفل 6 متر above the bottom of the channel. if the entrance loss are negligible، يعني هو اهمل اي losses بتحصل عند المدخل بتاع اللاك ده. بعد كده بيقول حدد الفلو ديبس عند اكس بيساوي 800 متر داون ستريم اوف ذا انترانس. هو احنا الطريقتين اللي احنا خدناهم كنا بنحدد بيهم اصلا طول المنحنى اللي احنا بنحدد بيه الاكس، مش كان الاكس بتبقى معطاه. الاكس لما كانت بتبقى معطاه المفروض ان احنا نشتغل بطريقه ثانيه اسمها ستاندرد ميثود، بس اللي انا هعمله هنا ان انا هشوف بس هو طول المنحنى اللي هيحصل كام، وهشوف هل لان انا لو ده ستيب معناه ان هو هينزل بالشكل ده لغايه ما يوصل للكريتيكال عشان يعمل منحنى اس 2. فجايز لو انا حسبت الاكس بتاعتي ان الاكس دي تكون اكبر، ال 800 دي تكون اكبر، فيبقى على طول العمق هو الواي نورمال. بس قبل ما ابدا احل اي حاجه انا لازم اصلا اعمل اجيب بيبقى يكون معايا التصريف بكام الكيو يعني. فالمساله دي بما انها لاك فيبقى العمق على بدايتها اللي هو الاي كريتيكال بيساوي 6 متر. الاي كريتيكال ده القانون بتاعه 1.5، الاي كريتيكال 1.5 الواي كريتيكال، ومن هنا اقدر احسب ان الواي كريتيكال بتاعتك بيساوي 4 متر. ولو انت معاك الواي كريتيكال معناه ان هي بتساوي الجذر التكعيبي لكيو تربيع على جي، من هنا نقدر نعوض عن جي ب 89 ونعوض عن الواي كريتيكال ب 4، نجيب الكيو سمول ب 25 1 من 10 متر مكعب على الثانيه لكل متر طولي، ومنها نجيب الكيو كابيتال بيساوي كيو سمول في البي. الكلام ده هيطلع ب 251 متر مكعب على الثانيه. الخطوه الثانيه اروح اجيب الواي نورمال عشان انا عايز اعرف بدايه ونهايه المنحنى اطولهم ايه علشان ابدا احل بطريقه الدايركت ميثود. عشان اجيب الواي نورمال هعوض بالكيو انت معاك كل حاجه ما عدا الاريا والار، دوال في الواي نورمال هنجيب من هنا الواي نورمال هتطلع ب 3.7 تريند ايرور. كده انت جبت الواي نورمال بكام ومعاك الواي كريتيكال بكام. يبقى نحط الحاجات دي على الرسم، دي واي كريتيكال والواي كريتيكال ب 4 متر، ودي بالنسبه لي واي نورمال والواي نورمال ب 3.7، ده اكس اللي احنا هنروح نجيبه عن طريق الدايركت ميثود او الانتجريشن ميثود. احنا انا هنا مستخدمه الدايركت ميثود، والدايركت ميثود طلع لي طريقه الحل بقى اللي احنا لسه عاملينها من شويه دي، ان الدلتا اكس بتاعتك ب 30.43 متر. نشوف بقى السؤال كان عاوز ايه تاني. السؤال كان بيقول هو عاوز الفلو ديبس يعني الواي بكام داون ستريم الليك بعد اللاج دي ب 800 متر، يعني انت ماشي هنا كده.
وانت هنا الواي هتبقى عبارة عن واي نورمال، فيبقى العمق اللي هو عايزه ب 3.76 متر، لان هو عدى الاكس اللي بيحصل فيها فارد في شكل المنحنى او جراديولي فارد فلو اس 2. طيب بعد كده بيقول عاوز الديستانس فروم ذا لايك وير ذا فلو ديبس از 2.5، عمره ما هينزل ل 2.5 لان هو كده خلاص وصل للواي نورمال، هيفضل 3.76 على طول. يبقى العمق اللي هو مديهولك ده مش هيحصل عشان اجيب ديستانت او احل بطريقه مختلفه. تعالوا بقى السكشن اللي بعده هنشرح ازاي نجيب طول المنحنى، سوري عمق المنحنى بعد طول معين.